محور شرق العوينات الداخلة الفرافرة نقيب أحمد أيمن السيد المشرف على تنفيذ المشروع. تمام يا فندم، المحور بطول 655 كيلو متر وبعرض 3 حارة مرورية بدلا من 1 حارة مرورية لكل اتجاه، ليربط على طريق تشكى شرق العينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلو متر كشريان يربط بين شمال وجنوب الوادي. أستاذي سيادتك يا فندم في افتتاح المحور. اتفضل. أمر يا فندم.